أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير، معكم أبو ميلاد. طبعا قرأت من العنوان، سوف أوضح لماذا بتكون مجنون إذا اشتريت هذه الكاميرا. أولا أنصحكم أن تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا في حسابي في الفليكر. أيضا خلال تحدثي سوف أعرض بعض الصور التي التقطتها باستخدام هذه الكاميرا. بداية سوف أبدأ من السعر. سعر هذه الكاميرا في الولايات المتحدة الأمريكية هو 480 دولار. السعر يشمل الكاميرا وأيضا العدسة أساسية 18-55 ملي، وهي عدسة جدا بسيطة. شخصيا أنصح بعدم شراء هذه العدسة وشراء عدسة 50 ملي f1.8 لأنه رح تعطيك أداء أفضل، وأيضا سعرها جدا رخيص. النقطة الأولى السلبية في هذه الكاميرا تتعلق بالمعالج. فالمعالج المستخدم بهذه الكاميرا هو جيج 4 بلس. تم تصنيع هذا المعالج قبل أكثر من 5 سنوات، وتم استخدامه في كاميرات صغيرة ولم يستخدم في أي كاميرا DSLR. اليوم الكاميرات التي صدرت حديثا من كانون تستخدم معالج جيج 8 أو الإصدار الثامن، وتلاحظوا أن كانون قامت باستخدام معالج قديم في كاميرا تم إصدارها قبل عدة أشهر. النقطة الثانية تتعلق بنظام الفوكس في هذه الكاميرا. فعمليا نظام الفوكس في هذه الكاميرا هو نفس نظام الفوكس الموجود في كانون 550D 600D، وهذه الكاميرات صدرت تقريبا قبل 9 أو 10 سنوات. وإذا أردت أن أعمل مقارنة مع كاميرات حديثة من كانون مثل كانون 200D، طبعا تحدثنا مقارنة بين نظام الفوكس الموجود في 1500D و200D، نظام الفوكس أسرع بكثير في 200D. وإذا أردت أن أقوم بعمل مقارنة لنظام الفوكس في تصوير الفيديو مرة أخرى بين 1500D و200D، فعمليا هنا نتحدث عن مقارنة مشابهة لمقارنة بين فراري وفيات 127. طبعا إذا ما بتعرفش يعني فيات 127 ممكن تعمل جوجل حتى تفهم الفكرة. الفرق هو جدا شاسع. النظام الفوكس الموجود في 200D وهو دوال بيكسلينج هو أفضل نظام فوكس في كل كاميرات DSLR، فهو جدا سريع. وفي 1500D عندما أصور عبر شاشة العرض سواء كنت أصور فيديو أو صور عادية، نظام الفوكس جدا سيء بالمقارنة مع الكاميرات التي صدرت في آخر سنتين. فمرة أخرى تلاحظوا أن كانون بيع كاميرا جديدة بمكونات جدا قديمة. النقطة الثالثة تتعلق بتصميم القوائم والإعدادات في هذه الكاميرا. فهو نفس التصميم الموجود في 550D 600D 650D، مع أنه كانون قامت بتحديث وإعادة تصميم للقوائم والإعدادات بشكل يجعل الإعدادات أسهل الاستخدام. فالسؤال، لماذا كانون تبيع كاميرا جديدة بتصميم قديم؟ أعني هنا تصميم القوائم. فتلاحظوا استمرار نفس الفكرة، كانون عم بيع كاميرا جديدة ولكن بمكونات قديمة جدا. النقطة الرابعة تتعلق بمنفذ لمايكروفون خارجي. الآن سوف أعرض فيديو يوضح المسألة بشكل أفضل. فتلاحظوا هنا هذه المنافذ الموجودة في هذه الكاميرا، هناك منفذ لـ USB، هناك منفذ لـ ميني HDMI، وأيضا منفذ لـ ريموت كنترول. وللأسف لا يوجد منفذ لمايكروفون خارجي. ممكن تعمل استفتاء بين كل المصورين، مين أهم إلك، منفذ لـ ميني HDMI لإيصال الكاميرا بشاشة خارجية أو منفذ لمايكروفون خارجي؟ الأغلبية سوف تجيب إنه وجود منفذ لمايكروفون خارجي هو أهم من منفذ لميني HDMI. طبعا سوف يكون السؤال هنا، لماذا كانون قامت بهذا العمل؟ الإجابة هي جدا بسيطة. كانون تنظر الأمر من ناحية تسويقية. إذا بدك كاميرا مع منفذ لمايكروفون خارجي عندها بنصحك إنه تشتري كاميرا بسعر أغلى مثل كانون 200D. طبعا الفرق في السعر هو فقط 100 دولار. فكانوا بتفكر إذا وضعت منفذ لمايكروفون خارجي في هذه الكاميرا، فعمليا الأغلبية التي عندها معرفة سطحية في تركيب الكاميرا من الداخل سوف ترى أن الفرق بين الكاميرتين هو جدا ضئيل، فسوف تشتري الكاميرا الأرخص. ولكن كانون حتى تضمن أن هناك سوق للبيع لهذه الكاميرا وكانون 200D أو كاميرات أخرى، فتقوم بهذه الحيلة التسويقية. وشخصيا أرى أن هذه عملية نصب. وهنا أريد أن أتوقف عند نقطة مهمة جدا. هناك أشخاص عندهم نوع من العصبية لكانون أو نايكون أو بطيخ أو أي شيء. بالنسبة لي أنا أقوم بعملية مراجعة بناء على خبرتي وعلى معرفتي وأتحدث عن الأمور بكل صراحة. عندما تحدثت عن كانون 200D وأنصحكم أن تشاهدوا الفيديو، سوف أضع الرابط في الأسفل، وأنصح الجميع أن يشاهد الفيديو. هناك مدحت بهذه الكاميرا لأنه وجدت أشياء إيجابية جدا في هذه الكاميرا، ولكن عندما أرى أمور سلبية وأرى أن هناك عملية نصب وأن هناك عملية خداع، طبعا من وجهة نظري كمستهلك سوف أتحدث عن هذا الأمر بكل صراحة. وأي شخص بحب يناقش فبتأمل أنه يناقش عن معرفة وبدون نوع من العصبية أو التعصب لأي جهة أو هدف.
بالنسبة لأداء الكاميرا من ناحية تصوير الفيديو، مرة أخرى هذه الكاميرا تصور فيديو فقط بسرعة 30 إطار في الثانية. كل الكاميرات سواء كانت من كانون أو نايكون اليوم تصور فيديو بسرعة 60 إطار في الثانية. فبسبب نظام الفوكس الجدا بطيء في هذه الكاميرا، لا أنصح باستخدام هذه الكاميرا لتصوير الفيديو. بالنسبة لتصوير العادي، صح أن الكاميرا تصور 24 ميجا بكسل، ولكن مرة أخرى المعالج قديم، وأيضا لا أعرف إذا كانون قامت باستخدام مستشعر تم تطويره حديثا أو قامت بتحسين المستشعر أو السنسور أو الحساس الموجود في كاميرا الزايد 600 دي، وفقط زادت عدد حجم الصور من 18 إلى 24 ميجا بكسل. صراحة لا أعرف، ولكن أستطيع أن أقول أن جودة الصور في هذه الكاميرا إذا بدي أقارنها في 200 دي هناك فرق جدا شاسع. مجال الديناميكي للضوء والألوان في هذه الكاميرا هو جدا سيء، هو مشابه لكاميرا زي كانون 550 دي، جدا ضعيف. فهذا سبب آخر لا أنصح بشراء هذه الكاميرا. إذا بدك تشتري كاميرا وميزانيتك محدودة، ممكن تشتري نايكون دي 3400، فعمليا تعطيك جودة صور أفضل بكثير. أيضا المعالج الموجود فيها هو معالج جديد، وهو نفس المعالج الموجود في نايكون دي 7200، يوجد بها منفذ لمايكروفون خارجي، قوم الإعداد أسهل وأوضح للمستخدم العادي، أيضا تصور فيديو بسرعة 60 إطار في الثانية، وأيضا فيها اتصال لاسلكي. وسعر نايكون دي 3400 مع عدسة أساسية 18 إلى 55 ملي هو $490، يعني فرق 10 دولارات. فلذا اشتري هذه الكاميرا بدل 1500 دي. أما إذا أردت كاميرا من كانون وميزانيتك محدودة، فعمليا أنصحك أن تشتري كانون 200 دي لأنها أفضل من كل النواحي. هناك شاشة تعمل باللمس، شاشة قابلة للطي والحركة، صور فيديو، نظام الفوكس جدا سريع، وأيضا أداء الصور هو متساوي مع كاميرات زي 80 دي أو 77 دي. فعمليا هكذا وصلت لنهاية هذا الفيديو أو هذه الشرشحة. عندما تصدر كانون شيء جميل أنا أتحدث عنه بكل صراحة وأبدي رأيي وأثني على هذا الأمر، ولكن عندما تصدر شيء بهذه المستوى طبعا سوف أتحدث بكل صراحة. أي شخص عنده اعتراض أو سؤال بيتعلق في التصوير أو يتعلق بأي شيء ممكن يطرح سؤاله تحت هذا الفيديو أو في موقع abumilad.com. أيضا أدعوكم لمشاركة هذا الفيديو مع الآخرين وتشجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي، وأيضا اضغطوا على جرس التنبيهات حتى يصلكم كل شيء جديد أقوم برفعه إلى هذه القناة. في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء، مع تحياتي أبو ميلاد.